لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال أيضا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة. كما نوهنا من قبل وننوه من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة يعني هذه الجنازة للبطل المصري العقيد ساطع النعماني، والذي نحتسبه إن شاء الله بإذن الله شهيد يعني ينير تاريخ مصر دائما ويسطع باسمه ودوره البطولية الذي شهدناه في تاريخ مصر وفي هذه المراحل الحرجة التي مرت بها مصر في تاريخها. أترككم مع الصورة مشاهدينا الكرام وأعود إلى حضراتكم من جديد. خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد ليالي. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقنه حجته يا رب العالمين. اللهم آته كتابه باليمين، اللهم افتح له بابا إلى الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارحمنا يوم أن نصير إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك أن تثبته في هذه الساعة التي قل ما يثبت فيها أحد. اللهم يا كريم يا عظيم يا حليم يا ذا العرش العظيم، نسألك اللهم أن توسع عليه قبره، اللهم وسع عليه قبره، اللهم وسع عليه مدخله، اللهم أدخله مدخل صدق وأخرجه مخرج صدق. اللهم أدخله دارا خيرا من داره، أهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إنا نستودعك إياه فاحفظه في وديعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه نزل بك وأنت خير من نزل به فأكرم نزله، وسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الفاتحة. Thank you.